بينما السبط بأهليه مجدا بالمسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. وصل ساعة إذ وقف المهر الذي تحت وحسينا يقول العلامة المجلسي سبعة جياد كل ما يصعد الحسين جواد، الجواد اللي يصعد عليه الحسين ما يتحرك خطوة واحدة. دمعت عين الحسين، التفت إلى أصحابه قال أصحابي ما اسم هذه الآه؟ صاروا يعددون أسماءها إلى الحسين، هذا يقول اسمها نينوى، هذا يقول اسمها العقر، ذاك يقول اسمها قرطف، ذاك يقول غير ذلك. قال الحسين أو هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى كربل. قال كربان وبل خيموا أن بهذه الأرض ملقى العسكر وحسينا. أصحابي انزلوا ها هنا محط خيامنا، ها هنا تسبى نساؤنا، ها هنا تذبح رجالنا. بعد قال لهم حجايه يا مؤمن تقرح قلبك، قال لهم ها هنا يصعد شمر على وأحسن. نزلوا في كربلاء طنبوا خيامهم.